قالت وقد سمعت شعري فأعجبها: إني أخاف على هذا الغلام أبي، أراه يهتف باسمي غير مكترث، ولو كنا لم يدع للظن من سببي، فكيف أصنع إن ذاعت مقالته ما بين قومي وهم من سادة العرب؟ فنازعتها فتاة من صواحبها قولا يؤلف بين الماء واللهب، قالت دعيه يصوغ القول في جمل من الهوى فهي آيات من الأدب، وما عليك وفي الأسماء مشترك إن قال في الشعر يا ليلى ولم يعبي. وحسبه من كذا لو تضمنه قلب الحمامة ما غنت على عذبي. فاستأنست ثم قالت وهي باسمة: إن كان ما قلت حقا فهو في تعبي. يا حسنه من حديث شف باطنه عن رقة ألبستني خلعة الطربي.